أستاذ باحث بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا. في هذه الحلقة لبرنامج نخل ورمان بإذن الله اخترنا الحديث عن اليقطين أو القرع أو القرعة السلوية كما نقولها نعم بالدارجة العامية المغربية. واليقطين من الخضرة التي ذكرت في القرآن الكريم، وإن ذل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمتها وفائدتها. وذكره الله تعالى في محكم كتابه بقوله: وأنبثنا عليه شجرة من يقطين، سورة الصافات الآية 146. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل والدماغ. ويحتوي اليقطين على فيتامين A وفيتامين B، ويحتوي أيضا على فيتامين الأحماض النافعة للجسم، ويحتوي أيضا على نسبة من الأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم. واليقطين في الطب القديم كان يوصى بأكله لأنه يغذي البدن، وماؤه يقطع العطش ومسكن للآلام. إذا مستمعي الكرام، هناك فوائد كثيرة لليقطين لن أطيل عليكم، ففوائدها أكيد سنتعرف عليها رفقة فضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد. للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية: 05-37-66-17-26 أو 05-37-62-51-00، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snrt.ma. دكتور محمد الفايد، ذكر اليقطين أو القرع السلاوي في القرآن الكريم وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر لنا جليا مدى قيمة هذه الخضرة، وما من شيء ذكره الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إلا وله منافع. وضح لنا ذلك، كيف نستفيد من خضرة اليقطين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الخضرة الوحيدة، قبل أن نسترسل في الحديث، الخضرة الوحيدة التي ذكرت في القرآن هي اليقطين، رغم أن هناك لائحة في سورة البقرة، وهي اللائحة التي طلب بنو إسرائيل من سيدنا موسى عليه السلام أن يخرج لهم مما تنبت الأرض بعدما كانوا يأكلون المن والسلوى. والمن والسلوى اختلف العلماء في تفسيره، لأن لم يعهدوه ولم يعرفوا، يعني أشياء كانت تؤكل هكذا، إنما الراجح أن هذه الأشياء التي رزقها الله بني إسرائيل لم تكن، لا تحرث ولا تحصد ولا يعني تطهى ولا أي شيء، كانوا يمدون أيديهم ويأكلون هكذا. ولكن سألوا سيدنا موسى أن يخرج لهم هذه الخضر، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا بما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يكفرون. هذه الخضر التي جات هي الخضر التي كانت آنذاك. هنا اليقطين السلوي ما مذكرش مع هذه الخضر هذه، ولكن هنا هذه الخضر جات وكأنها في السياق بحال شيء متدنية بالمقارنة مع المن والسلوى. هي ليست متدنية، خضر جيدة كلها جيدة، ولكن بالمقارنة مع المن والسلوى فهي متدنية. هي ليست، احنا سيدنا موسى تنكر، قال أو تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، طبعا يعني لا يمكن أن تكون أحسن من المن والسلوى، ولكنها تعطينا فكرة على أنها كانت الخضر المتداولة آنذاك التي كان يعيش على الإنسان، وليس هناك بطاطس ولا طماطم ولا أي شيء، يعني الخضر التي جاءت في اللائحة، وأن نلاحظ على أن جلها يؤكل طازج. نعم. ولماذا؟ لأن الإنسان من قبل كان لاحم وكان يحتاج أشياء طازجة لكي تساعده على الهضم، واللي كان نديره دابا حنا الآن بحال السلطات بحال هذه الأشياء. لكن هذا اليقطين، واليقطين هو نسميه باللغة العامية المغربية القرعة السلوية، ومعروف بالأنجليزية الباتلغور، وبالفرنسية لاكاليباس، باش الناس، لان كاين هناك اشتباه في الاسامي ديال الخضر، يعني لا كاليباس بالفرنسيه والباتل غورد بالانجليزيه، ثم اليقطين باللغه العربيه. هناك من سيقول بانه هو القرعيات، هو نعم نوع من القرعيات، ولكن ليس
القرعيات الأخرى الصفراء ولا الحمراء ولا أي شيء. كنا دوزنا لماذا؟ لماذا؟ لأن الآية فيها التي جاء يرى حزب عليهم، هو مش غير آية بادي به الحزب الله سبحانه وتعالى، هنا جاءت هذا اليقطين في بداية الحزب. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هنا شجرة، الله تكلم على شجرة. لماذا؟ لأن سنرى أن الأهمية ديال الأوراق وديال النبات أكثر من الأهمية ديال التمار ديالها اللي هو اللي كناكلو حنا القرعة السلوية هذه اللي اليقطين. فالله تكلم عن شجرة، ونحن نعلم أن كلمة شجرة تطلق على كل ما يعرش، لأن كاين في سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. معنى معروشات هي مهزوزة من الأرض يعني طالعة، غير معروشات هي اللي في الأرض بحال العنب مثلا، كاين الدالية اللي كيديروا لها السرير معروشة، كاين الدالية اللي نايضة في الأرض اللي هي غير معروشة. يعني كلمة معروشة هي تطلع، وش كلمة شجرة هي التي ترتفع على الأرض، مش بالضرورة تكون يعني شجرة. نحن في علم النبات كنسميه شجرة ملي كتكون عندها اللينين الخشب، كيكون عندها الخشب طالع على السيلولوز اللي كنسميه الشجيرات أو النبات، ما فيش اللينين ما فيش، لكن الأشجار فيها لا لينين فيها الخشب. القرع السلوية هذه اليقطين هي الخضرة الوحيدة التي ممكن أن تصعد في السماء أكثر من 7 أمتار. عجيب. نعم، إلا لقات شي شجرة اللي غتلوى عليها ولا لقات شي دار ممكن توصل حتى للطبق الرابع والخامس. نعم. لأنها شجرة. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ على أن أوراق هذا اليقطين هي أوراق كبيرة المساحة، المساحة ديالها كبيرة لما تلتقط أشعة الشمس بكثرة. ومن جهة، ومن جهة أخرى أن ممكن أن نستظل باليقطين. لما نستظل باليقطين لا نحس بالحرارة حتى ولو كان 60 درجة في الخارج. لماذا؟ لأن الخاصية ديال شجرة اليقطين أو نبات اليقطين أنه بحال القصب، القصب كذلك عنده نفس الخاصية أنه يمتص الماء من التربة ويطلقه يعني يرسله في الهواء بأنه يرطب الهواء. فواحد قصة حول نبي الله يونس عليه السلام، لما رأى ماه الحوت كان برائحة زكية وخرج من الحمام. لا يتصور شخص هكذا، يعني أنا تعمدت أقول هكذا هذا الكلام. لما رماه الحوت كان برائحة كريهة، رائحة الحوت أكيد، ورائحة الحوت تجمع ذباب الأرض كله، تجمع الذباب، يعني هي تجلب الذباب وتجمعه. ثم كان سيدنا يونس كان ببطن الحوت، كان الجلد ديالو ملتهب، كان طيب الجلد ديالو طيب ملتهب طبعا لأن الماء، وكان منهك لأنه ما كانش عنده أكسجين داخل، كان متسمم منهك وعيان طبعا. ملي ما كيكونش الاكسجين الانسان كيكون طبعا مخنوق، كيكون الجسم ديالو منهوك ما يمشي. فهذا النبي عليه السلام اللي رماه الحوت بهكذا ويا علين باش يعيش داخل بطن الحوت، هذه معجزة، والمعجزات لا تفسر بالطرق العلمية، باش الناس ما يبقاوش يقلبوا على كيفاش، لا نسأل كيف، يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. التقمه الحوت، نحن نؤمن بأنه التقمه الحوت، ونحن نعلم بأنه رماه الحوت، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. يعني الله سيدنا يوسف كان يدعي في بطن غيظك شلاش، الله سبحانه وتعالى جاء رماه. أين رماه الحوت؟ رماه الحوت في منطقة حارة، الشمس سخونة، ماشي في القطب الشمالي. يعني من اللي رماه الحوت في حرارة حارة وملتهب منهوك مخنوق أسفيكسي، وغادي يجمع عليه الذباب طبعا، غادي الذباب الى جمع لي قتلو بوحده لوحده. فالله سبحانه وتعالى اختار اليقطين. لماذا؟ لانه كيضلل الحراره ديال الشمس، لانه كيرطب الجو، لانه يطرد الذباب. لا يمكن الذباب يضر بالسلاوي، لا يمكن باليقطين، من المستحيل، هذه مجربه. نعم، لانه يطرد الذباب، وثالثا لانه يضمد الجروح كما تفضلتي وقلتي بانه الامراض الجلديه هذه يضمد الجروح. فهذيك الاوراق ديال هذا اليقطين كتقيس الجلد ديال سيدنا يونس عليه السلام وتحفظه من، نعم، كتبرد هذيك الالتهاب ديال الجلد. عجيب. وما كيخمجش هذاك الجلد. سبحان. ثم نعم. انها تطرد الذباب، لا يقترب الذباب من هذا الشخص الذي به رائحه سمك. نعم. ثم التمار ديال هذه اليقطين عندها الخصائص اللي ورثاهم من النبات، يعني طبعا لان هي بنت هذا النبات هذه اليقطينه، فانها تبرد الجسم، ولذلك خلقها الله سبحانه وتعالى الان في شهر 6 و7 و8 في فصل الصيف، اخر فصل الربيع وفصل الصيف، لان يجب ان نكثر من الاكل ديالها
وسبحان الله سبحانه وتعالى له شؤون في خلقه، أنه لم يخلق معها خضرة أخرى. عجيب. كان معها شوية ديال البامية اللي كنسميوها الملوخية. نعم. ومعها الرجلة. نعم. ومعها البصل هذا الأحمر، يعني البصل، أنواع البصل. وكان لوحدها كان خضرة مع طماطم، كان خضرة واحدة التي يجب أن تستهلك في الصباح وفي في وسط النهار وفي المساء، ويجب أن تستهلك كل الوقت وأن تستهلك طازجة. المغاربة ما يقدروش على السلاوي طازجة طبعا، على اليقطين ممكن تطحن وتشرب طازجة، لأن كنلاحظوا على أنها كتكحل تسود، فهي غنية بالأنزيمات أولا، فيها البيروكسيداز وفيها الكاتالاز، غنية بالأنزيمات، أنها فيها البوليفينولات، هادو اللي هي كتكحل، فيها بوليفينولات قوية، وكنعرفوا أن في فصل الصيف الجسم محتاج الفيتامينات والبوليفينولات، لأنهم هما اللي كيحيدوا ذاك الستريس ديال الشمس ديال الحرارة. بعض الحيوانات بحال الدجاج بحال البقر الآن اللي هذوك مربين الحيوانات كيعطيوه فيتامينات على هذا الستريس ديال الحرارة. هذا كتبرد الجسم، وهي تكثر، هي مدرة للبول، ديوريتيك هذه. ثم أن هذه الألياف الخشبية اللي كاينين في اليقطين لا يمكن تخلي الامساك، لا يمكن يكون امساك الا شربوا الناس جوج الكيسان كبار ديال هذا اليقطين مطحون ديال القرعه السنويه. نعم مطحون، لا يمكن يبقى اسم امساك، وبالعكس هي اللي كتبرد في فصل الصيف عوض الخضر الاخرى. عجيب. لان بعض الخضر كتسخن، على عكس اللفت كيسخن ماشي كيبرد. نعم القرعه كتبرد، القرعه الحمراء كتكون في هذه، ولكن هذه اليقطين هي خضره موسميه بامتياز فصليه، ولا تنبت الا في هذه الاشهر ديال الحراره هذه. نعم. على اختلاف المناطق البلدان، كاين مناطق اللي كتاخر فيهم، كاين مناطق اللي كتقدم فيهم، حيت في المغرب كتبدا القرعه السلويه في شهر 5. نعم. يعني كتدخل السوق. كاين مناطق اللي كتبقى حتى شهر 9، يعني على عين كيزيد داك الشهر على حسب المناطق، على حسب الحراره البيئيه، ماشي مشكل. دكتور بعض الاحيان كنلقاوها شويه مره. نعم ملي كيجنيوها صغيره شويه كتكون ناقص صغيره كتكون مره. يعني غير بودره مزيانه. نعم. كتعطل هذه اليقطين اللي كيكثر من الاستهلاك ديال اليقطين كيتعطل عنده الشيب. هذه مستملحه. نعم هذه مستملحه، لما لا نزينوا بها الناس اللي كيخافوا من الشيب يتناولوا. نعم لانهم كيستعملوها الايورفيدا، هذو الهنود. نعم. كيستعملوا العصير ديالها طازج باش تعطل هذاك الشعر الرمادي، هما كيقولوا الرمادي، حنا الكراي حنا كنقولوا الشيب. هذا ثم الجلد، الناس اللي عندهم مثلا الحشرات اللي كيقرصوهم بحال البعوض شنيوله، ولا حتى اللي كيقرصوهم القمل والبراغيث، ولا يقرصوهم اي حشره اللي تتلسع واللي كتنتفخ كدير حساسيه محليه على الجلد. غير النساء يقطعوا واحد الطريف، بحال الاطفال الصغار كيكون عندهم مشكل ديال البعوض، يقطعوا طريف ديال القرعه السوليه كيحلوا حكوا على هذيك البلاصه، تحك على هذاك البطاطا صافي كتحيد الحساسيه المحليه، ما كيبقاش الطفل يحك. في الليل، في الليل ممكن السيده تقطع واحد الطريف ديال اليقطين وتحطه عند راس الرضيع باش هذيك البعوض ما يجيش. انا طارده للحشرات، طارده للحشرات. نحن كنت نوضع الاطفال ديالي، كنت نحط قطف طرف ديال اليقطين تنحطو على راس ديالهم، ما كيجيهمش البعوض والعطش، حيت راه مشكل ديال الناموس. نعم. ديال الصيف. نعم. اذا نديرو حنا القرعه السلويه. ثم العطش، ان هاد اليقطين ما كيلاحظوش الناس انهم الا شربوا واحد الكاس ديال اليقطين ما كيضرهمش العطش، خصوصا هذه السنه، هذه رمضان غادي يكون ان شاء الله تعالى في شهر 8. في شهر الصيف فصل الحار. وقد ما كان الفصل الحار كيصوموا الناس احسن، الناس كيبقاو متخوفين، بالعكس الناس ما كيصوموش في شهر 1 احسن من شهر 8 ابدا. شهر 8 فين كيكون الصيام جيد. لماذا؟ لان فصل الصيف ما محتاجينش كالوريات، ما محتاجينش بروتينات، ما محتاجينش دسم، محتاجين خضر والفواكه، وهذا هو فصل الخضر والفواكه. نعم. والخضره الوحيده اللي الناس يبقاو ياكلوها في رمضان هي السلويه، القرعه السلويه، هذا اليقطين. وخصوص في هذا العام شهر 8 غادي تكون مزيانه، بحال الاطفال اللي كيكونوا صايمين وكيضر من العطش يحاولوا يعطيوهم هذا اليقطين يكون مطحون مع الماء، واخا يزيدوا معاه فاكهه اخرى ولا شي حاجه باش يحليو حاجه، ماشي مشكل، يتحايلوا على الاطفال باش يشربوا هذا اليقطين ما يضرهمش بالعطش. العطش كيطفى، يعني ينطفي في يقاوي مع العطش يعني في الحال. اكثر من ذلك، ان ماشي غير اللسعات ديال البعوض، انا ملي كيكون شي واحد عنده اليرجي ديال لسعات الحشرات، انه يشربوه كاس ديال هذا اليقطين مطحون، يشرب كاس ديال اليقطين مطحون حتى هو يخليه شخص كبير، ثم يحك على هذيك البلاصه، يحك على واحد الطرف ديال ولا هذاك العصير يدوزو على هذيك البلاصه، اما يحك به هذيك الموضع اللي قرصته فيه البعوضه. واللي عندهم لاكني، الاشخاص اللي كيشوفوا من ذاك اللي كنسميو حب الشباب، بعض المرات كيكون حب الشباب تقيح
كيبقاو البنات في الوجه ديالهم شويه كيتعقدوا منه لان كيخسر شويه البشره، كيشربوا بعد هذيك يحبسوا اللحوم والسكر، ما ياكلوش لحوم وسكر، ويشربوا هذا العصير ديال اليقطين ويدهنوا به، يدهنوا به هذيك المواضيع اللي فيها فيها هذيك لاكني. اليقطين كنعرفوا ان في فصل الصيف الناس ما كيلاحظوش هذه القضيه، الناس كيتبولوا، شرف الله وقدر السامعين، كيتبولوا مثلا في الفصل البارد، فصل الشتاء كيتبولوا اكثر. علاش؟ لان ما كيكونش تعرق. وما كيشربوش الماء بكثره، ما كيعطشوش. في فصل الصيف كنلاحظوا على ان كيكون تعرق، ورغم ما كيشربوا الناس بزاف ولكن ما كيتبولوش بزاف. لماذا؟ لان الماء يخرج على شكل عرق. هذا من هذه اليقطين ملي كيكون تبول بكثره كيضيع الصوديوم، بعض المرات كيمشي الصوديوم للجسم. هذا اليقطين يحفظ ضياع الصوديوم. علاش؟ لان الصوديوم كيلعب واحد التوازن داخل الجسم اللي كنسميه التوازن المائي. هذا داخل الجسم خصو يكون توازن، ما خصش يكون ماء ناقص، ما خصش يكون ماء زايد، ليكون الوزن ديال الشخص يكون منتفخ ويكون مشكل على مستوى الكلية. هذه كلها اعراض، ولكن الناس اللي كيتشكاو مثلا من الكوليسترول، من شحوم في الدم، الهيبر، هذه الهايبر ليبيديمي اللي عنده شحوم في الدم، اللي عندهم دهون على الخصوص عموما، اللي عندهم ترتبط بالدهون، الا بقاو يشربوا هذا اليقطين مطحون، واخا تكون طيب على شكل شربه، واخا يسلق ويتطحن في الماء ديالو جيد، شربوا هذا كينزل المستوى ديال الشحوم في الدم يعني في اقرب وقت ممكن. هذا على حسب الناس كيفاش كيتناولوا. سبحان الله، معلومه اخيره ان شاء الله ونمر المكالمات، انه كيكون في هذا الفصل اليقطين والبصله، لو الناس طحنوهم بجوج وشربوهم او على شكل شوربه، يمكن الناس باش ياخذوا مع سر صعب شويه، لان البصل عنده نفس المفعول ديال اليقطين. البصل كيسخن وكيبرد، كيسخن وكيبرد عنده جوج، لان هذا وكيطهر، يعني غادي يشوفوا ان الامتصاص الجهاز الهضمي غادي يكون احسن، وان هذا اليقطين كيحبس الالام في التهابات والالام في الجسم، ان البصل كذلك كيسرح هذوك الجهاز التنفسي العلوي. وهاد جوج الخضرات اللي خاص الناس ياكلوا في فصل الصيف هما كافيين جدا باش ما يكونش عندهم هذا المشكل ديال الارهاق ديال الحراره ولا ديال العطش ولا ديال الاشياء المقاومه. اذا الا سمحتي دكتور غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ قال محمد صديق البرنامج. اهلا سي قال، مرحبا. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كانت عندي واحد الامنيه استاذ وفي الاخر حققت ليا. نعم. عرفتي شنو يا استاذ؟ اسمح لي. كنت بغيت نشوفكم مؤخرا، شفتك في القناه الثانيه. خير ان شاء الله، خير. خير، ويمكن غادي نكونوا حتى في السادسه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، جزاكم الله، كانت امنيه ديالي وفي الاخر حققت، الحمد لله. خير ان شاء الله، خير. شكرا، جزاك الله. استاذ عندي واحد معروف على هذا اليقطين او القراكيس كيقولوها عامه الناس. لانها واحد النبته عظيمه. والسؤال ديالي استاذ بان هذه النبته هذه بغيت نعرف شنو هما المكونات ديالها، علاش كتحتوي؟ لان كيقولوا انها كتنشط الدماغ. نعم. هل هناك شي فاكهه او شي حاجه اللي كتشبه المكونات ديالها؟ نعم. لأنك كتنشط الدماغ، تقني هذا زعما قليل اللي كنلقاو في شي حاجه اللي كتنشط الدماغ وكتقوي الدماغ. وبالنسبه لها عندها كيقولوا بان عندها واحد القدره على المساعده في علاج تضخم البروستات. اذا استعملتيها مع شويه ديال السكر المسلوقه وشويه ديال الحليب وخديتها واحد المده معينه، كيمكن ديك الغده ديال البروستات كترجع لسميتو الطبيعي. الحجم الطبيعي. خير ان شاء الله. هذا بغيت نعرف واش هاد المكونات ديالها عندهم زعما شي ولا شي بزاف، وشنا هي الخضر اللي يمكن كتشابهها في نفس المكونات ديالها. جزاكم الله شكرا. احسن، بارك الله فيك. اذا شكرا سي سقال. جميع فصائل القرعيات عندها مكونات تشبه بعض الفواكه. نعم، اليقطين بما في ذلك الفقوس. يعني هذه نعم، من الناحية العلمية هناك عاملان. العامل الأول هو أن اليقطين كيخفض الشحوم في الدم، كيخفض كوليسترول الهايبر ليبيديميا هذه ديال الجسم، هذا كيزيد ينشط يعني التبادل على مستوى الجهاز العصبي. هذا العامل الأول. العامل الثاني أن اليقطين يحتوي على فيتامين سي والكا وفيتامين باء، وكذلك مونغانيز ومانيزيوم، هذه املاح كالسيوم شويه حديد، هذه املاح كذلك تنشط الجهاز العصبي، خصوصا المنغنيز.
ماده المنغنيز هي منشطه، هي ضد العياء العصبي، ما كتخليش العياء العصبي في الجسم. ثم فيها واحد الاثار ديال الدهون النباتيه، هي فيها 0.1 فيها اثار ديال الدهون، وهذيك الدهون جيده، لان كنلاحظوا على ان الخلايا ديال الجهاز العصبي هي خاليه، فعندها فوسفوليبيديد، ولا ما كانش هذيك الاثار ديال هذه الدهون النباتيه ما كيخدموش هذاك التبادل على مستوى النورون، على مستوى الخلايا الدماغيه ما كيخدموش مزيان، ما كيكونوش نشيطين. كاين تبادل على مستوى الجدار او الغلاف اللي هو فوسفوليبيديد، وكاين تبادل على مستوى الايونات هو المغنيسيوم كالسيوم على مستوى المخ. يعني ملي كيكون البوتاسيوم عالي، ملي كيكون البوتاسيوم داخل الجسم كيكون توازن مائي، ما كيكونش يعني الجهاز العصبي ما كيتحجبش عليه اي شيء. هذا من جهه، هذا هو العامل الثاني. ثم نلاحظ على ان ملي كيكون النظام الخفيف اللي ما كيكونش دهون، ما كيكونش شحوم، ما كيكونش دسم، وكيكون الماده تحتوي على املاح معدنيه مع الياف خشبيه وبوليفينولات، هما لي بوليفينول هما اللي كينشطوا الجهاز العصبي، يعني باش نكونوا واضحين. جميع الاشياء التي تحتوي على بوليفينولات بكثره وعلى الاوميغا 3، الاوميغا 3 والبوليفينولات هذو هما اللي كينشطوا الجهاز العصبي. بما ان اليقطين قال زعما باش نزيدوا نكملوا نجاوبوا على هذه المقولات ديال خلطها مع الحليب ولا طحنها، يعني هذه تتبقى يعني تحاضير داخل المنزل، الانسان كيكون حر، ولكن هذه لا تعمم ولا اصل لها من الناحيه العلميه. ان اليقطين احسن طريقه هو اللي كيخضروا به المغاربه مع زيت الزيتون، وحتى او كما ذكرت قبل قليل العصير، لا على شكل شوربه او عصير، ولا يطحن هكذا على شكل عصير، يطحن مع الماء، وممكن نضيف ليه الفاكهه اخرى، ولا على شكل شوربه، ممكن نزيدوا معه حتى بعض الاوراق الخضراء بحال المعدنوس والقزبر، نزيدوا اي حاجه اللي ممكن تطهى، نكهو، نزيدوا في الفلافونويدات، نزيدوا في الفيتوستروجينات، وممكن نضيفوا ليه توابل، لما لا، القزبر حبوب مطحون، كمون، اشياء هكذا، قرفه، نضيفوا ليه توابل كذلك، نزيدوا نتمنوا القيمه الغذائيه والقيمه يعني الحافظه ديالو في الجسم. ولكن عموما هذا اليقطين هو قوي بالالياف الخشبيه وقوي بالفلافونويدات، وهذا التركيز ديال الكيماويات اللي فيه. بعض المكونات مازال ما عرفناهمش في التحليل، كاين هناك مكونات مازال يعني التحاليل على اختلاف، عاوتاني على اختلاف الطرق التقنيه الان الانتاج ديال اليقطين، مابقاش داك اليقطين البلدي، لان يعني قبل اليقطين ما كانش بحال دابا، كاين دابا انتقاء البذور، كاين اشياء تقنيات، كاين السماد، كاين اشياء. وهو الخضره التي لا تحتاج سماد، سبحان الله. هذه آية من آيات الله في هذه الخضرة هذه، ولذلك بدأ بها الله سبحانه وتعالى الحزب. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. والله ذكر شجرة، هي خضرة وسماها الله سبحانه وتعالى شجرة، من حيث سبحان طوال الله. فالخضرة الوحيدة اللي ما كتخنزش، عجيب، التي لا تنتن، هي اليقطين. عجيب. ملي كتكبر كتوقف كيخويوها وكيرقدوا فيها الزيتون طبعا، وكيخزنوا فيها السمن، كيخزنوا فيها الزيت، كيخزنوا فيها جميع المأكولات. وسبحان الله ملي كتخزن فيها المادة لا يمكن حشرة تقرب لها، لا يمكن الحشرة تدخل ليقطين. غير الناس في البادية كانوا كيعمروها بالماء، لأن علاش كانت البرادة، كانت عندهم البرادة ديال الطين، الفم ديالها ضيق، ممكن تطيح شي حاجة في هذيك البرادة الماء وما يشوفوهاش، لأن الطين غير شفاف. كانوا كيدهنوها بالقطران، لان القطران طارد للحشرات، لا يمكن اي حشره تقرب من القطران. فهذه اليقطينه هي دايره، اليقطينه الشكل ديالها هو يعني عند الفوق ديالها ضيق وهي واسعه، كانوا يخويوها بشويه وكانوا كيعمروها بالماء. نعم كيخليو فيها الماء وكيشربوا الماء، القشره ديالها. نعم، وما يمكن حتى شي حشره تدخل لهذ اليقطين، وكيرقدوا فيها الزيتون، كيعملوا فيها السمن، كيعملوا فيها الخلية، كيعملوا فيها زيت، كيعمروها بالدقيق، كيعمروا الحاجه اللي بغاو يخزنوها فيها، كانوا كيعملوا فيها حتى العسل. هذه هي الناس كيتكلموا على البيو. ممكن العيشه ديالنا تكون عضويه، علاش؟ لان انتقلنا من العضوي من البيولوجي الى الكيماوي. كان الاشياء اللي كنا كنعجنوا فيها كانت من الطين او من الخشب، الان ولينا كنعجنوا في البلاستيك. كانت الاشياء اللي كنا مثلا كناكلوا فيها كانت ما طين ما
طين ولا خشب قصعه كانوا الناس كيسقيو في القصعه ياكلوا فيها. الان اصبحت اشياء معدنيه او الومنيوم او اشياء هكذا. فانتقلنا مع الاسف الشديد انتقلنا حتى الحبال في الباديه الان كانت حبال ديال الدوم وحبال حتى ديال القنب. الان دابا ولات حبال بلاستيكيه الان ولات القفه اللي كيتقداو فيها ولات بلاستيكيه ولات اشياء هكذا. حتى كانوا هذاك التين الاسود والتين الابيض هذا الكرموس التين كانوا كيصيبوا واحد من السمار كيصيبوا كنقولوا السناج. السناج كيعمروه بالتين هو طبيعي 100% اللي داخل طبيعي واللي هذيك اللي حاميه التعليب هو طبيعي وكانوا كيغلقوه بالورق ديال الكرم. ما يديروا ليه الورق ديال الكرم اظن مازالوا بعض القرى كيستعملوا نفس الطريقه. وكانوا حتى الصناديق ديال الخضره ديال الخشب الان ولات بلاستيك. علينا هذا العالم ديال البلاستيك خص الناس شويه ينتبهوا ليه وخصنا نقصوا منه شي شويه ما امكن لان البلاستيك لا يتحول في الطبيعه. البلاستيك لا يتحول يعني كيبقى. إذن دكتور إذا سمحتي معنا مكالمة نحررها. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. صديق البرنامج عبد الرزاق مني من مدينة بروج. نعم وما أكثر أصدقاء البرنامج. مرحبا بك سي عبد الرزاق. الحمد لله لنا الشرف الكبير باش نكون أصدقاء ديال هذا البرنامج. مرحبا بك دكتور محمد الخايد. شكرا جزيلا. أستاذ غنبدا من دائما من انتهيتي وهو التطور هذا هو اللي جعل هذه المسائل كتغير وكتمشي نحو الأسوأ. وهذا الأسوأ هذا هو اللي حنا كندفعوا الثمن منه. حنا هذا الجيل هذا كندفعوا هذا الثمن هذا. بالنسبه للامراض كثره الامراض وقله الادويه والى اخره. وغير بالنسبه للموضوع ديال اليوم اللي هو اليقطين كنشكرك استاذ على اختيارك هذا الموضوع هذا لان ما كنا عارفين عليه حتى شي حاجه صراحه. والحمد لله استفدنا مجموعه من المعلومات مجموعه من الفوائد. وكنسالك استاذ الله يخليك انا سمعت من بعض الاشخاص بانه هذا اليقطين هذا كيتصنع منه المربى. الا انه طريقه صنع المربى كيوضعوه داخل الجير الماء ديال الجير على اساس انه كيجلس واحد مثلا واحد المده معينه بعد ذلك عاد كيصنعوا المربى. يعني هالطريقه هذه استاذ واش صحيه ولا ضاره بالصحه؟ نعم. ولكم الشكر جزيل. اذا شكرا سي عبد الرزاق. شكرا جزيلا. نعم هذه الاشياء طبيعيه. كما اقول دائما فلنا قوه. المغرب من البلدان التي لديها قوه ويجب ان تنتبه لاستراتيجيه الانتاج. لان الحمد لله ان جلالة الملك جزاه الله خيرا نطلب من الله سبحانه وتعالى ينصره ويزيد لنا في عمره يبارك لنا في عمره أنه هذا السياسة ديال المغرب الأخضر أظن أن ممكن المغرب يفتخر بها وممكن يكون أقوى بلد منتج للطبيعي. مع الأسف الشديد أننا الآن تعقدنا بالتقنيات الأوروبية وتعقدنا بالكمية فعلا قلنا بالكمية. أنا أعطيك مثل أن الله سبحانه وتعالى خلق ناموس كوني متوازن. يجب أن نرعى هذا الناموس الكوني فقط. ممكن نديروا تقنية الإنتاج أننا نديروا سماء جيد أننا نسقيوا هذه المزروعات بماء جيد أننا نديروا نتهلاو في التربة ونقلبوها ونحسنوها ونحيدوا دوك يعني الأعشاب الضارة وما إلى ذلك. ممكن هذه ممكنة جدا. ماشي بالضرورة أننا نجيبوا شي بذور اللي كتعطي واحد الكمية كبيرة ولا نزيدوا لها واحد مواد كيماوية باش تعطينا كمية كبيرة بحال البطيخ الآن. البطيخ والعناب هذه المصائب هذه الآن ولات تاخذ هرمونات. هذه مصائب. لماذا الله سبحانه وتعالى هذا الكون خلقه ويجب أن لا نتدخل في تغييره. تغيير الخلق يعني بتغيير الخلق. فإذا تغير هذا الخلق فسيكون انعكاس خطير جدا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يتكلم عن زوج كريم. كاين زوج بهيج في سورة الحج أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. علاش؟ هنا جمالية القرآن هنا زينة. اللي كتشوف حاجة تعجبك كتاكلها كتعجبك تتضمها بسهولة. هنا زوج كريم في سورة لقمان أنبتنا فيها من كل دابات وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هنا تعني أن هذا الزوج لا يضر. ليس فيه الرجينات، ليس فيه مبيدات، فيه تركيز ديال الفيتامينات وتركيز الفلافونات مرتفع جدا. نعطيك الخرشوف مثلا ملي كان بلدي كان فيه 25% ديال السيليمارين. يلا سينارين ماده سينارين. الان ملي ولات التقنيات الحديثه ولا الخرشوف الرومي ولات فيه 5. يعني ضيعنا الماده الطبيه ولكن خلينا داك الشيء اللي كيتكال. حنا ما محتاجينش الكالوريات، محتاجين المواد الطبيه اللي موجوده في الاغذيه اللي هما البوليفينولات فلافونات الفيتوستروجينات اللي هما الفيتامين اللي هما الاملاح المعدنيه منها البوتاسيوم والمانغانيز والمغنيسيوم والحديد
ممنوعين. فشوف مثلا أمريكا هي أول بلد منتج للوز. داخل أمريكا كاليفورنيا هي أول ولاية منتجة للوز، ولكن الأمريكيين حرم عليهم اللوز لأنهم عندهم حساسية للوز. حتى أن الـ FDA Food and Drug Administration تمنع الصناع باش يكون أثر اللوز في الأغذية، وإلا كتسد المعامل، لأن اللوز كيصاوب الحلويات مزيان، ولأن عندهم قانون يمنع أثر اللوز بعد الحلويات المصنعة. شوف مثلا بريطانيا هي أول بلد في العالم منتج للخرفان. للأكباش للغنم. الآن أما الحمى المالطية ما عرفش، ما لا لا أدري هل سيحرقون كل الأغنام التي على التربة البريطانية. أوروبا هي الفايتة أمريكا في إنتاج الأبقار والحليب. الآن مع ظهور جنون الأبقار هنا يجب هذه الأبقار يجب أن تتلف كلها. شوف الدول الآسيوية مثلا كوريا وهذه الدول التي تعتمد على الدجاج، مربي الدجاج، مزارع الدجاج، مع زكام الدجاج اللي عندهم الآن في 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 هذه الدول الآسيوية خصهم يحرقوا الدجاج اللي عندهم كله. هنا كنشوف الناموس الكوني أن الله سبحانه وتعالى أنه هذه الأشياء التي استحدثها الإنسان وتدخل فيها أنه غيرها وأنها أصبحت مضرة للإنسان، غير مثلا طبيعة الأكل وطبيعة أكيد أكيد. ولا القمح من قبل كان كيعمل حساسية، القمح الآن ولا كيعمل حساسية، الآن عند الجلوتين ديال القمح الآن ولا عنده مشكل، خصوصا الأطفال اللي عندهم مرض التوحد ولا عندهم حساسية هي نفسها ليت ولا عندنا مرض سيلياك. الأشياء الذرة مثلا، الذرة من قبل كانت أعطاها الله لون أصفر. جميع الأشياء التي لها لون أصفر هي أشياء ذهبية في التغذية، حتى النبات اللي عنده الزهرة ديالو صفراء هو نبات يصلح للجسم لأن اللون الأصفر مميز في الطبيعة، خلق فيه الله سبحانه وتعالى الفلافين، وهذه فيها مادة زين، هذه البروتين الزين، وفيها فلافونويد اللي كاينه في الذرة اللي هي جيدة للأطفال الصغار، وفيها أثر زيت، هي الزيت ديال الذرة، ولكن الزيت ديال الذرة ماشي المستخرج بطريقة صناعية، الزيت اللي كاين في الذرة هي نفس الذرة البلدية، الذرة البلدية البورية اللي كانوا كيزرعوها الناس في المغرب في شهر 1 و2 كانوا كيزرقوها وكيحصدوها دابا في يعني كيحشوها في شهر 6 و7 وكيدقوها، كانوا كيدقوها ديك الساعة بالعمود وكيكبروا الله الله أكبر، كيدقوا غير بالعمود، وكانت كافية وكانت طبية وكانت واقية وكانت جيدة للأطفال. الآن ولات عندنا دورة الآن ديال القطران ديال التقطير، ولا تعطى للبقر فقط لا تصلح لتغذية الإنسان، وأنا كنشوف هذا التحول المغرب ليس في صالحه، ولا الاستراتيجية الإنتاج يجب الآن أن تذهب إلى المغرب الأخضر، إلى سياسة المغرب، معنى المغرب الأخضر المغرب الطبيعي. يعني حتى الإنتاج عندنا في الحقول إذا كنا نقدروا إلا قدرنا واحد الوقت نحيدوا الدور الزجاجية من الأحسن، علاش؟ لأن ما غادا حتى شي دولة في العالم تقدر على الإنتاج بدون دور زجاجية. إلا قدرنا احنا على الإنتاج بدون دور زجاجية غادي نكونوا احنا هما الأولين في العالم، لأن غادي يكون عندنا إنتاج طبيعي والمنتوجات ديالنا ما غاتوليش أغذية، غادا تدخل في الصين في الأول بأنها تدخل في العضوي وفي الدياتيتيك، غادا تولي واحد الخضرة فيها تركيز ديال 15% ديال المواد الحافظة، ماشي بحال مادة أخرى اللي فيها المبيدات أولا ثم فيها 5%. فعليهم أظن أن هذا ممكن، أنا أقول بأن المغرب عنده استراتيجية الإنتاج قوية جدا، وممكن أن ننتج أشياء يعني طبيعية 100%، نكون فيها إحنا الأوائل في العالم في هذه الأشياء. من جملة الأشياء أنا أقول لك أني زرت بعض الدول الأوروبية، علينا كل الدول الأوروبية كلها زرتها، ولكن واحد السنة مشيت مثلا في 2000 2000 كنت في البرتغال، فكنت أسأل في واحد المركز البحث اللي كان في ليشبونة، كنت أسأل، ما كنت أدري أن الدجاج البلدي ما بقاش في أوروبا، انقرض تماما 100%. ووجدت بعض الباحثين استوردوا دجاجات من الهند باش يعاودوا إنتاج. نعم يعودوا إنتاج باش يديروا الدجاج البلدي، رغم أن البرتغال هي آخر دولة التحقت بالمنظومة الأوروبية وهي بقى دولة طبيعية، بقى شوية يعني فيها في هذا الأثر. فأنا استغربت جدا وقلت لهم لاش مشيتوا للهند عليا، خرجوا للمغرب وخذوا الدجاج البلدي اللي قدكم، وعندنا الديك الحبش هذا العجل، وعندنا الديك الرومي، عندنا الوز، عندنا يعني الأشياء كلها. فهنا تم أثار انتباهي هذا الحادث، أنا قلت والله يعني المغرب لا لي لماذا لا يكون يعني أول بلد في العالم منتج للطبيعي، لماذا يكون أول بلد، ولكن ما يكونش البزنس، ما يكونش أشياء
يعني بهذا المفهوم البازنس ديال ان يعني الانسان ملي كيسمي المنتوج ديالو بيو ولا كيسميه عضوي كيزيد في الثمن، هنا لا يكون انتاج طبيعي الثمن اللي غادي يعيشوا الناس بسلام، يعني يعيشوا الناس بسلام، وفي جميع الحالات الدوله غتكون رابحه اكيد، لان اذا نقصنا من استيراد الادويه ولا نقصنا من حتى من شراء المواد الكيماويه اللي كنستعملوها في الزراعه ولا اشياء اخرى، وعندنا ارواح ليس لها ثمن، ليس لها ثمن الان، لان كنشوفوا ان الوتيره ديال السرطان وديال الحساسيه والامراض ديال الجهاز الهضمي من كرون من ار سي اش والامراض ديال تخثر الدم اللي من البيسيت بهجات واللي من الليبيش اللي من اسيا الى غاده بنفس الوتيره اللي كاينه في اوروبا، ما كنا نعرفوا احنا مرض بهجات في المغرب، ما كنا نعرفوا مرض بهجات كان في تركيا، ما كان في المغرب، انما ولا حتى الاطباء كانوا يعرفوا مرض هذو كل الناتج طبعا نعم ولا الليبيش، هذه الدؤبه الحمراء، هذه الدؤبه الحمامي، هذا ما كان معروف المضافه، ولكن احنا الان بنفس التقنيه وبنفس نمط العيش اللي غادي نكونوا بحال اوروبا، اللي عندنا هذا اليقطين لا ينبت في اوروبا، اليقطين عنده حراره اللي كينبت فيها، لان سيدنا يونس عليه السلام رماه الحوت في منطقه حاره جافه حارة. ولذلك هذا اليقطين هو ينبت في المناطق الحاره، كلما اشتدت الشمس وكانت الحراره مرتفعه كلما يكون اليقطين أخضر. سبحان الله. وباش نديروا واحد المستملحه اخرى، يكفي جوج البذور اللي كنسميوها الزريعات، جوج البذور يغرسهم الواحد في داره في اي منطقه يكون فيها تراب ويخليهم تم، غادي يكفيوه من الخضر لمده 3 اشهر. سبحان الله. اذا بذره واحده ممكن تكفي العائله من منها. اذا اذا سمحتي دكتور، معنا مكالمه على الخط نحررها. الف سلام عليكم. عليكم السلام لاله. الاسم الكريم. هذه معك ايمان لاله. اهلا ايمان، تفضلي. لاله يخطيك وشكرا بزاف على المعلومات اللي كيعطينا الدكتور. مرحبا. اولا كنعرفوا بان اليقطين من الخضر التي ذكرت في القران الكريم. أكيد. هذا كيدل على العظمه والفائده ديالها الكثيره. نعم. كتحتوي على فيتامين ا، كتحتوي على فيتامين بي. نعم. كنعرفوا بانها كتخفض نسبه الكوليسترول في الدم، كتنشط الكبده، كتهدى الاعصاب. نعم. هي كتساعد في الامراض اللي مثلا مرض الصدر او مرض السعال، واخيرا اكتشفت بانها كتقلل من بالاصابه من الامراض من مرض السرطان، اي الاورام السرطانيه. نعم. مع كل هذه الفوائد اللي حنا كنعرفوا اللي هي اكثر من هذا الشيء اللي انا قلت، كنلقاو بان الاقبال ديال الناس قليل الاكل عليها وخصوصا الاطفال. قليل بزاف. بغينا نعرفوا كيفاش يمكن لنا نحببوا الطفل هذا النوع من الخضر من الصغر ديالو باش هذه الفوائد اللي فيها يستفد منها. أكيد. والسؤال الثاني بغينا نعرفوا الفائده ديالها. كيفاش بغيت نعرف الفائده ديالها، سواء كانت مطبوخه او طازجه، واش عندها نفس الفائده؟ يعني عندك الفائده اللي عند هذا اليقطين، سواء طبخناها او سواء كيناها طازجه، كتبقى نفس الفائده او لا؟ يعني كتحتفظ بنفس المكونات. نعم. شكرا ايمان. نعم، تحبيبها للاطفال. نعم نعم، فكره هائله، لان الاطفال لا يحبون اليقطين. اكيد لا يحبون اليقطين، لان بحال في الهند عندهم مشكل كيبغوا يشربوها الاطفال طازجه. نعم. لان هي داخله في الايورفيدا، كاين يعني كيبغوا يديروا بها ديتوكس، يعني الكلينس، هذه غسل الجسم من الداخل، يخرج السموم. نعم. الى شربها الواحد مع يدير ثلثين يقطين وثلث بصل، يزيد معاه شويه بصل وتطحن وتشرب مع الماء لمده اسبوع، تبقى تشرب مع الماء لمده اسبوع، الدهون والشحوم والكوليسترول الزوائد. ولما لا، واخا الانسان ما غاديش يحبها يشربوها. وهادو صحاب الايورفيدا كيدخلوها في ديتوكس، الاطفال كيرفضوا لهم اليقطين، كيتضطروا. هي علينا ملي كطيب، ملي كتكون مطبوخه احسن من طازجه، طازجه ما يقدرش. ولكن هل كما ذكرت ايمان، هل تبقى نفس المكونات؟ لا 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 لا، ما كاينش مشكل، ما عندناش مشكل، لان البوليفينولات لا تفقد، والفيتامينات والالياف الخشبيه والاملاح المعدنيه تبقى هي. تبقى هي. يلا الانزيمات اللي كينقصوا، طبعا الانزيمات كينقصوا، الانزيمات مهمين للجسم، خصوصا العصر الحاضر نحن محتاجين للانزيمات اكثر ما محتاجين للكالوريات. انا ملي كنسمع بعض المرات نصائح تتكلم عن السعرات الحراريه، قلت بان يعني قديمه جدا، قديمه الظهر عن زمان لا داعي للحديث عنها. نتكلموا على الكالوريات الان، اللي كنتكلموا على المضادات للاكسده وعلى الفلافونويدات والفيتوستروجينات وعلى المواد النافعه وعلى المواد الدابغه الان اللي موجوده في هذا النبات. ف هذا هذا الاخ من سي عبد الرزاق ذكر واحد، نحن بشر وممكن ننسى، ذكر يعني ذاك مربى القرع. نعم، مربى كيدخلوا لي ماء الجير، كيف ذلك؟ المربى ممكن نحضروه من جميع النبات. نعم، ماشي مشكل. علاش؟ لانه هو تيتسمى تحفيظ عبر السكر. نعم، ولكن اضافه ماء الجير عبر التحليه، وحنا كنعرفوا ملي كتكون تركيز السكر مرتفع جدا، كنسموه حنا لا بريسيون اوزموتيك، الجراثيم لا يمكن ان تنبت عند واحد الضغط الاوزموزي يكون مرتفع،
كتكون التركيز ديال السكر 50 و60%. طبعا ليس هناك جرثوم، علاش؟ لان السكر كيشد الماء، ملي كتشد كيشد الماء، النشاط المائي الاي دبليو الاكتيفيتي اوف ووتر كتنخفض. طبعا ما كاينش نمو، يعني الجروث هنا ما كايناش النمو. اما وضعه في الجير، ماء الجير لا يضر، ماء الجير لا يضر، يعني ماء الجير كانوا كينظفوا به الناس من قبل، كانوا كيديروا جير حتى في بعض الابار اللي كيكون مسقط فيها حيوان مش عارف كيف. لا لا، ماء الجير لا يضر، لانه قاعدي، لان نعم. عنده نعناع قاعدي، عنده بي اش فوق 8. ولكن هذا لا يعني على الناس غادي يشربوا ماء الجير، حنا غير نقولوا خطر ما كاينش، المهم خطر ما كاينش. اما انهم يغطسوا، يتم الغطس ديال بعض الخضر ولا شي حاجه في ماء الجير ثم ياخذوها عادي يديوها، علاش؟ لان الخضر كتكون حامضه، كتكون عندها بي اش 4 4 ونص 5، ملي كيديروها في ماء الجير كترجع 7، هي بالعكس هي تنتن تتخنز. هذا هو بالعكس، هذه ممارسه من ناحيه التكنولوجيه، ممارسه يعني بالعكس. ولكن كما ذكرت، لا كما ذكرتم دكتور في بدء حديثك بان الخضره الوحيده التي لا تنتن، لا هي يعني لا تنتن، علاش غنضيفوا لها هذا الماء؟ هي حتى الترقاد ما كترقدش. لماذا؟ هي خاصها تكال في الفصل ديالها، اما مطبوخه اما طازجه واما على اي شكل، يخضروا بها الناس باللحم، يخضروا بها الكسكس، على اي شكل. لكن ان نرقدوها ونخليوها ما غاداش غادا ترقد هي بحالها بحال جميع الخضر، ولكن غادي نفقدوها القيمه ديالها. الاستفاده من هاد اليقطين، ما ياخذوش الناس صغير بزاف حيت كيكون شويه مر. وما ياخذوش كبير بزاف، وهو على اليقطين ما كيشرفش عليه كيف ما كان الحال، يعني كيوصل واحد ولكن لا ما كيشرفش، ولكن ملي كيخرج على الموسم ديالو ما كيبقاش يطيب، سبحان الله. يعني كيتعور، لا كيتعور، ما كتبقاش القرعه السلويه مزيانه، واحد الجهه كتضرب، وملي كيوصل في اخر شهر 8 وشهر 9 ما كيبقاش يطيب. علاش؟ لان كتكثر فيه هذيك، نعم كتكثر فيه هذيك اللينين، السيلولوز كيكثر فيه، ما كيبقاش يطيب، كيوقف. ولكن دابا في شهر 5 و6 واخا يشوفوا اليقطينه كبيره ما يخافوش، غادا يطيب. وكاين عنده لون ابيض وكاين لون اخضر، ياخذوا اللون الابيض. اليقطين المغرب كان لون ابيض، واليقطين في المغرب كانوا كل شيء الفلاحه كيزرعوه. نعم. كيتزرع حتى في الديور، لانه هو ذاك الملي كيلوحوا الناس تما كان كيتزرع حتى في الديور هذا اليقطين. وكانت الخضره الوحيده في البلاد ملي كيجي الضيف كانوا كيذبحوا الدجاج وعندهم البصله واليقطين فقط. القرعه والبصله صافي تيكون. ما كانش الحياه ديالهم معقده بحال الان. ان النساء كيوضعوا 25 صحن فوق المائده، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإحنا نأكل فرادى أشتاتا أو ممكن نأكل جماعة. عندنا الحمد لله أن الإسلام واسع جدا، ولا كيخلي الشخص يعيش براحته ما عدا حدود الله سبحانه وتعالى، الأشياء اللي وصى عليها الله هذيك ما تخرجوا على السطر الأحمر. بالنسبة للدكتور الزريعة ديال القرعة، هذا اللب، شنو الفوائد ديالها؟ واش هي نعم. طبعا بحال الزريعه نشوفوا حيت بالنسبه للاطفال، نعم بالنسبه للاطفال حين قلت بان ممكن تطحن وتضاف لها فاكهه او نضيفوا لها اي فاكهه، لا يمكن الاطفال كيبغيو العصير يكون حلو، ممكن نضيفوا ليه العسل. هذا العام هذا غادي تكون مع الهنديه، غادي تكون معها هي دائما مع الهنديه، نخلطوا مع رمضان، غادي يجتمعوا في رمضان. لو كانوا الناس اخذوا هذه اليقطين مع الهنديه، لا اظن يكون ولا حتى العسير عجيب يحلوا حتى بالعنب. غير هو المشكل الفواكه كتكون مرشوشه. دابا اليقطين الان ما محتاجش للرشان المبيدات بالنسبه للفلاحه والمنتجين، كاين بس يعني لا يمكن ان تقرب له حشره، ولا يمكن ان يزرع. اليقطين هو قاتل للحشرات، هو اصلا كيحمي نفسه. نعم الى حد الان، وعلى حسب علمي يعني انا كنشوف الفلاحه والمنطقه ديالي كنمشي نشوفهم، الى حد الان العائله ديالي ولاد عمي وداك الشيء اللي كيزرعوا هذا اليقطين ما كيعالجوه، ما كيديروا ليه حتى شي حاجه، حتى السماد ما عندهم. نعم فعلا، يحطوا البذور كيسقيوها بالماء، لا يحتاج فقط إذا كانت بعض المناطق كترش فهو خطأ، فهو تصرف خاطئ، يعني هو محتاج لا يحتاج العلعي. وممكن يعني الآن استهلاك ديالو الناس اللي مصابين بالسرطان واللي كيتابعوا بعض العلاجات اللي خاصهم ياكلوا خضر عضوية، خضر طبيعية ما فيهاش المبيدات، أن البصل وهاد اليقطين يعني المنطقة اللي الشاوية المنطقة ديالي أنا ما حتى البصل ما يرشوش، ما كيعالجوش البصل. عجيب. الفول والبصل وهاد اليقطين وهاد الأشياء ما كيعالجوهاش، حتى القرعة الحرشة ديال شهر 4، القرعة الحرشة هذه المكركبة هذه ما تيعالجوهاش الفلاحة، كيعملوا لها شوية ديال الغبار
وكيخليوها حتى الماء ديال المطر ما كتسقاش. هو اليقطين يتطلب ماء علاش؟ لانه خضره صيفيه. اكيد. يتطلب ماء، ولكن القرع الاخرى الحرشه ما كيسقيوهاش الفلاحه، كيغرسوها قبل الليالي. يعني حنا عندنا واحد المثال ديال الفلاحه، حيت الفلاحه عندهم الامثله ديالهم اللي كتساعدهم على التقنيات. ما عندهمش هما مجلدات، ولكن عندهم امثله، وامثله احسن من المجلدات. كيقول لك هذيك الليالي كتلقى هاد القرعيات، القرعه ملي كيغرسوها كيقول لك خاصها تلقاها مرقه ولا مغرقه، يعني اما راميه الجدر نابته، اما مخرجه الورقات. يعني هنا الفلاحه خصهم، معنى ان خص اسبوع ولا 10 ايام قبل الليالي خاصها تزرع القرعه. الا دخلت الليالي ما كيغرسوش الفلاحه القرعه، لان ما كتعطيش. هذه اشياء اللي الفلاحه هما حافظين الطرق التقنيه ديالهم، ما درسوش زراعه، ولكن عندهم اشياء ديالهم اللي كتخليهم يمتازوا على البعض. هذا ومتوارثة. فهذا اليقطين هذه خضره عجيبه، يعني هي خضره عجيبه. ولماذا اتكلم عنها بهذه الطريقه؟ لان المغرب عنده واحد المناخ معتدل، وعندنا تربه جيده، وهنا عندنا مناطق اللي العلين هي كتدخل السوق بكثره، ماشي ثمن مرتفع. القرعه الصيفيه كيشروا الناس بثمن عادي. اتمنى الناس ما يزيدوش في الثمن، حيت سمعوا النصائح، لان بعض الاشياء كما قلت لكم ما تكونش بزنس، يعني ما تكونش، يعني اكثر عليها الحديث مضاربات، كيقولوا مضاربات فعلا. هذه لا نريدها في مجتمعنا. نحن في اذاعه تتسم يعني بتعاليم اسلاميه وتعاليم دينيه، واعطاء بعض النصائح وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئه. نعم، تكون الامور مدققه. نعم. وتكون الامور ليس فيها اي كلمه زائغه ولا اي شيء أكيد. خارج عن. اذا دكتور اذا سمحتي ناخذ مكالمه على الخط نحررها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم اخت اشراق من مدينه سيدي قاسم. اشراق، اهلا بك، تفضلي. تحيه للاستاذ الفايد، وتحيه لك الاخت لطيفه. مرحبا. يعرف ان القرع يفوق كل خضره من حيث الفلافونويدات والفيتروستوجينات والمكونات الواقيه وليست صحيه، فهل صحيح ان القرع يعالج تضخم البروستات وما ينتج عنه من اضطرابات التبول، وهي يساعد على التخلص من وهي يساعد على مكافحه الامساك والتخلص من الدودة الوحيده وصداع الراس؟ نعم. وهل تنصح الناس المصابين بالكوليسترول وارتفاع الحرارات الحراريه بالاكثار من القرع؟ شكرا لك الاخت. نعم، اشراق. الكوليسترول والشحوم في الدم والدهنيات تكلمنا عنها، والقرعيات كلها. نعم. وخصوص اليقطين. نعم. اليقطين كيخفض الكوليسترول وكيخفض الشحوم في الدم، ويعني حتى الاشخاص اللي باغيين ينقصوا الوزن، فاحسن الناس كلهم كيتكلموا على كلمه ريجيم. نحن لا نتكلم عن كلمه ريجيم، لان المشكل اللي خاص النساء يعرفوا، لان هذا المشكل ديال السمنه كيكون عند النساء. لماذا؟ لان الجسم ديال المراه بعدا فيه شحوم اكثر من اللحوم. والجسم ديال المراه رطب، يعني يزيد بسرعه في الزياده، ولكن ما كينقص بسرعه مع الاسف الشديد. ان ملي كيكون الشخص، المراه ملي كتكون عندها سمنه، خاصها تعرف بان الخلايا الدهنيه الخلايا الدهنيه كاين العدد وكاين الحجم. ملي كتكون المراه سمينه كيكون عدد الخلايا والحجم ديالها منتفخ. ملي كتنقص الوزن كينقص الحجم ديال الخلايا الدهنيه، ولكن ما كينقصش العدد. بمعنى الا رجعت الاكل ديالها كما كانت كيرجعوا هذوك الحجم ديالهم، كترجع غليظه، ترجع تسماني بالصوره. هذاك الشيء علاش الناس كلشي كيتسائل علاش الوزن نقصتو غير رجعت ناكل ورجعت. اكيد علاش؟ لان الخلايا ما نقصتش في العدد، نقصت غير في الحجم، غتعاود تنتفخ ثاني وتعطيك ثاني. وهذه اللي خاص النساء يعرفوا. ولذلك كلمه ريجيم اصبحت متجاوزه، لا تعني شيء، انما نتكلم عن نمط عيش. نعم. ملي الوزن ديالك ينقص تبقى على هذاك النمط، ما كاينش ريجيم ديال شهرين ثلاث شهور، هذا كذب. هذا كذب، حتى ولو ريجيم ديال عامين كذب. انما كاين نمط عيش، ملي تشوف الاشياء اللي كتزيد في السمنه ديالك تسولهم في حياتك. تبعدها. هذا من جهه، من جهه اخرى ان هاد الخضر القرعيات عموما واليقطين اكثر من القرعيات في خفض الوزن. النساء ينتهزوا هذه الفرصه، حيت فيه الماء، خصوصا ان رمضان قريب، ينتهزوا هذه الفرصه فاش يبداوا هذا نمط العيش. فيه ما فيش كالوريات، اليقطين ما فيش كالوريات. فيه الفيتوستروجينات والفلافونويدات، هادو البوليفينولات. وفيه انزيمات بالنسبه لكيكلو طازج، فيه ماء بكثره وغني بالماء والاملاح المعدنيه، وفيه الياف خشبيه. هادو هما الدواء ديال السمنه فعلا، يعني لان ما كانوش كالوريات وما كانش دهون، ما كانش سكريات. طبعا يعني الجسم شنو خاصو؟ لا يمكن ان يعيش بدون ماء والاملاح والفيتامينات، لا يمكن ان يعيش. خاصو شويه د لازوت،
يعني ما كيخزنش الازوت، النيتروجين النيتروجين كيخصو شويه ديال الازوت، شحال 40 غرام في اليوم للمراه 60 غرام للرجل، يعني ماشي شي حاجه كثيره. يعني اي طرف الخبز فيه اكثر ديال من هذه الماده. يعني الناس مخلوعين من البروتينات، لا ما كلش اللحم ما غيوقع لك والو، ما يوقع لك والو. الناس عاشوا بالنبات يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كانوا ياكلون التمر والشعير ولا حلب شيشات ولا شي حاجه مره ولا مرتين، كما ما كانش في صحه جيده. الشعير والتمر طبعا كانوا في صحه جيده، انا كان انسان شديد وقوي، ماشي الانسان ديال دابا. هاد الامور اللي اشارت لها الاخت وحتى الاخ اللي سال تضخم البروستات، هما جميع الخضر اللي كتخفض الكوليسترول اللي كتخفض الهايبرليبيديميا، هي الاشياء اللي كتنقص من انتفاخ البروستاتا، باش نكونوا واضحين، ماشي علاج غير كتكون في الطور الاول اتروفي، كيكون انتفاخ ديال البروستاتا، الحجم ديالها كيكبر. وفي الطور الثاني ستاد هو اللي كيولي تحول الى سرطان، وممكن البروستاتا يبقى السرطان ديالها ما يزيدش، ولكن تعطي سرطان في منطقه اخرى بحال العظام ولا بحال اشياء اخرى. هنا الناس يكونوا محتاطين، خص يكون ديما واحد المراقبه طبيه من الاحسن. هذيك الانتفاخ اللي البروستاتا اللي كان في الطور الاول اتروفي، باقي في الطور الاول، باقي غير انتفاخ ما كاينش سرطان، ممكن الحجم ديالها يتقلص، حيت كاين اللي كيتحسروا من البول، كاين اللي كيمشيو عند الطبيب باش يسرحهم، ماشي خاص، ممكن الحجم ديالها يرجع. ولكن ما يكون نظام بدون دهون اولا، ما يعتمدوش الناس على القرعيات غادي، لا هذا خطا، هذا سلوك خطا. ينقصوا بعد الدهون، يعني المصادر ديال الدهون والكوليسترول اللي هي المواد الحيوانيه كلها بدون استثناء، ما كاينش لحوم بيضاء حمراء، جميع اللحوم والحليب والجبن والمسائل، يكتفوا مثلا بالاسماك، جميع الحيوانات. نعم الاسماك ممكن ياكلوا الاسماك، ولكن ماشي فواكه البحر، الاسماك اللي عندها العظام. نعم. ثم الخضر والفواكه، ممكن الحجم ديال البروستاتا يرجع الا كثروا في هذا الفصل هذا، الا كثروا من البصل الاحمر واليقطين غادي نشوف، باش يعرفوا بان البروستاتا الحجم ديالها نقص، هو ما كيبقاوش يخرجوا في الليل، خصوص الناس اللي كبار ما يبقاش يخرج في الليل، كيعرف ان البروستاتا الحجم ديالها نقص. اي طبعا يشوف طبيب، علاش لا، يعمل واحد فحص طبي باش يشوف واش مزيان ولا خايب، ماشي لان المراقبه الطبيه هذا 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 امر. البذور سالتي، نعم البذور ديال اليقطين، هي البذور ديال اللقطين عندها نفس الخصائص ديال البذور القرعيات، فيها السيلينيوم وفيها حمض الاوميغا 3 وفيها الياف خشبيه، غير هما الناس من اللي يبغيو ياكلوا البذور ديال القرعيات يطحنوهم بالغلافه ديالهم. نعم لاننا بعض الدراسات اكدت انها يعني بذور اليقطين بصفه عامه تقتل الديدان، تخفض نسبه السكر في الدم، هل هذا صحيح؟ لا ماشي تخفض نسبه، تساعد على تخفيض السكر باش الناس ما يتهوروش. لماذا؟ لمن يكون الماده في حمض الاوميغا 3 اللي كيكون حمض الاوميغا 3 في جميع الاشياء اللي فيها حمض الاوميغا 3، هذه تتخفض لا كتخلي السكر يتضبط بالادويه، حيت كاين اللي كاين مشكل اللي واقع في السكر، كاين اللي كياخذ انسولين وعنده 3 يبقى الانسولين، ما كنهضروش على العلاج، ما كنهضروش عليه، يبقى ياخذ الدواء ديالو، غير يزيد شي حاجه مع الانسولين باش السكر ديالو يتسوى لواحد هذا هو يعني خاص الناس يفهموا الامور كيفاش كتمشي. اما انه كون واحد الحاجه كتساعد على تخفيض السكر يمشي يقطع الدواء وياخذها، هذا خطا، هذا تهور، لا هذا تهور تهور. الا من بعد السكر ديالو بقى في ديك يعني التركيز واحد بدون اي مشكل، يراجع الطبيب باش يناقش معاه واش ممكن ينقص مثلا من جرعات الانسولين، من جرعات الانسولين ولا لا كان ياخذ اقراص، ممكن الطبيب يزولهم ليه الا كان السكر ديالو مضبوط وجيد، ولكن على شرط يبقى على نمط العيش اللي كان داروا في هذه الحاله اللي ساعدوا على ضبط السكر. وهذا البذور يعني الا بغى الناس يتخلصوا مثلا من هذوك الديدان، نعم كيفاش يمكن يستعملوها؟ كيفاش اذا كانت هناك طريقه نساعدوا بها المستمعين؟ هي تمشي هذه بعد اللي عندهم هذه الطفيليات، اللي عندهم الديدان ما لازم ياكلوا اشياء طازجه. نعم. الاشياء الطازجه ممنوعه عليهم. نعم. لان الاشياء الطازجه غادي تزيدهم في مشكل، هي اللي كت فعلا، لان هذوك لي لارف هذوك اليرقات ديال هذه الديدان هذه كتكون في الاشياء الطازجه. نعم. ما يكونش عندهم حيوانات في المنزل بحال الكلاب والقطط، من الاحسن يعني من الاحسن. ثم ما يلمسوش اللحم طازج بيديهم ولا اشياء هكذا، لان الطفيليات جايين من اغلبهم من الحيوان. أكيد. الان كاينين في الخضر والفواكه، علاش؟ لان بعض المرات يسقيو
الفلاح بعض المياه العادمة مع الأسف الشديد. نعم نتكلمنا على هذا الأمر هذا. الناس اتقوا الله، نحن لا نتكلم عن قانون، نحن في إذاعة قرآنية نتكلم عن تقوى الله. أظن أن تقوى الله أقوى من القانون. إنسان ملك اللي هو يتقى الله ما كيبقاش محتاج قانون. إذن فهذه الأشياء هذه اللي عندهم هذه الطفيليات في الأمعاء، بذور القرعيات كلها جيدة ولكن تمشي مع نظام نباتي والماء الدافئ تمشي مع نباتي. وهذا لا يعني على أن الناس غادي يعملوا هذا الشيء، غادي يمشيوا الديدان على الأقل. هذا الحدة ديال هذوك الديدان ما غاديش يبقاو بالشكل، وهذه ليس وصفة علاجية أكيد. إذن إذا سمحتي دكتور غادي ناخذ آخر المكالمات في هذا اللقاء إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الأخت فاطمة من دار البيضاء. أكيد شكرا شكرا. كنشكرك أخت لطيفة، دكتور سعيد قائمين على البرنامج. كنبلغكم سلام وتحية أصدقاء وإخوة وأخوات. مرحبا. ما كيتعرفهمش لحد أنا وتصلوا. اليقطين كما قلتي أستاذة لطيفة أنه هو الدباء والقرع كما جاء في القرآن. هو شجرة من أنزلنا عليه شجرة من يقطين على سيدنا يونس. أي أنه كان عندما لفظه كان قد فلخ جلده لأن الحوت كان يرج رجا في بطنه مع الماء. عندما لفظه كان كل قروح، فأنزل الله عليه شجرة من يقطين لكي لا تنزل عليه الحشرة. أكيد. أي شجرة من يقطين هي كما قلتي أنها شجرة لا تقوم على ساق كالبطيخ والخيار. هل فعلا اليوم يا أستاذ يا دكتور لدينا يقطين؟ هل يقطين الحقيقي الذي تكلم عنه القرآن أين يكثر؟ في أي شهر يكون؟ منافعه كثيرة كما قلتي، كما ذكرتي من قبل المواد العلمية. هل فعلا هو متكن للحرارة ملتهبة ويقطع العطش وهو غذاء حسن فعلا؟ وهل فعلا هذوك البذور ديالها صالحين كما قلتي الديدان؟ يعني ما فيهاش بعد البذور، هذا القرع اللي تناخذ اليوم ديال اليقطين ما فيهاش البذور. وهل اليقطين هناك منه من هو حر وحار؟ فعلا. وكاين حلو. نعم. وبعد منهم تلقاو في مناطق قالوا لي انا لقيت واحد الاناء على صفر من القرع ديالك القرع السلاوية. قالوا لي هذه القرع المرة يعني كتخوى من الوسط وكتولي وعاء كيديروا فيها العداس، كيديروا فيها داكشي كيسقوا فيها الماء. تيسقوا فيها الماء. شكرا لك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم. انا تكلمت على هذا الامر ديال اليقطين. هو خضرة لا تحتاج مبيدات. لا تحتاج علاج، لا تحتاج مبيدات. ربما البذور تكون تغيرت شوية يعني بحكم التحوير ديال الزراعة ولا شيء، ما ممكن تغير البذور، ولكن مازال اليقطين، لا زال اليقطين فيه نسبة ديال أكثر من 70-80% ديال الأشياء جيدة. ما ليس هناك أي تخوف إذا بقي الفلاحة على تقنيات ديالنا المحلية. أما إلا مشاو حتى جا شي تقني من برا وقال لهم راه كاين واحد اليقطين 14 شنو تيعطي، ربما يتبعوا. هذا هو المشكل، لاننا ماشي كلشي الفلاح عندهم ديبلوم في الزراعه. هي ذكرت يعني الاخت فاطمه هل اليقطين اليوم هو يقطين امس؟ نعم. عليين غادي نقص شي شويه، ماشي بحال الخرشف ديال البارح هو ديال اليوم، ماشي اللفت الصفر ديال البارح هو ديال اليوم، ماشي البصل ديال البارح هو ديال. طبعا يعني هذه بحكم البيئه، بحكم التقنيات الزراعيه، بحكم الماء، بحكم من منطقه الى اخرى. بحال دابا اللفت الا مشينا للارجنتين ما غنلقاوش اللفت بنفس الشكل بنفس المذاق اللي كاين في المغرب. البطاطا القصبيه مثلا اللي كاينه في فاس ماشي هي البطاطا القصبيه اللي كاينه في جديده وفي مراكش. حسب التربه كتكون البطاطا القصبيه بعض المرات صفراء، بعض المرات كتولي حمراء. كاين البطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه كتكون بيضاء وصفراء وحمراء. فعلا هذه اشياء ما لا تتغير من طبيعه النبات. اظن ان النبات خلق الله سبحانه وتعالى فيه قوه، يمكن الى ضافوا لهذاك المبيدات هي اللي كتخليها تغير. ملي كتكون هذه اليقطين ملي كيكون باقي في تي ما كيكونوش فيه البذور طبعا، ولكن كنلاحظوا على النساء كيحيدوا داك الوسط ديالك يرميوه. ما خصوش، خاص تقطع بكل شيء ليها القطينه، خاصها تتحضر بكل شيء ليها. ملي كتكبر يعني تشرف شويه كتوقف كيولي فيها البذور. يمكن نزولو وشوف هذيك البذور ديالها سبحان الله عندها شكل غريب جدا، لان عندها جوج الودنين وهي طويله شويه. هذاك الشكل ديال اليقطين، ديال البذور ديال اليقطين. هذه اشياء تكلمنا عنها منذ التسعينيات، ليس تكلمنا عن الزيتون. الان تطالعنا الشبكه العنكبوتيه على ان شخص اكتشف، ولا ليس هناك. انا قلت بان اول
شخص تكلم عن أوراق الزيتون بالنسبة لارتفاع الضغط هو الدكتور فايت. تكلمنا عن أوراق التين المرسيط أحسن، المرسيط اللي ما كيديرش تين، يعني أوراق التين يعني اللي تكلمنا عليهم أنهم كيخفضوا الأنسولين. يعني هنا في المغرب تكلمنا على هذا الصبار، هذا أوراق التين. نعم الصبار، تكلمنا على الصبار بأنه أحسن خضرة الآن، تطالعون الناس على أن جاءت باحثة من المكسيك وقالت بأن هذه أشياء ولا كرامة لنبي في وطنه. لا 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 دكتور، أكيد أن فضلكم يعني أول من تكلم عن هذا طرد ديال الحشرات على اليقطين هو الدكتور فايد. يعني ما كان الناس يعرفوا لا سيدنا يوسف كيف رمى الحوت. لكن احنا أنا انطلقت من هذه الأشياء عاد فين توصلنا في البحث ديالنا لهذه القضية ديال طرد الحشرات. أنها هذه اليقطين إلا تعمل هكا طازج، إلا تعمل طازج مع أكل كانوا فيه ميكروبات يقضي على الميكروبات اللي كاين في الأكل الآخر. هذه ثم أن الناس اللي كيصيبوا الخليع كاين كيرقدوه في الخل وكيزيدوا القزبر حبوب وبعض القرفة ولا بزار ولا شيء، لكانوا رقدوه مع اليقطين، لكانوا حيت هو اليقطين كيكون في الوقت اللي كيصيبوا الناس الخليع، لكانوا طحنوا الخليع وداروا فيه اللحم عاد نشروه ما كانش الدبان يجي ليه وكان غادي يكون احسن. هذه طريقه يعني جديده. نعم لا لانه هو مبيد للحشره، مبيد للجراثيم هذا يعني طارد للبعوض. لا زالت هناك اشياء، لا زالت هناك اشياء في كتاب الله. نحن نقف عند الكلمه ان علاش الناس باقيين الان حتى اليقطين ما عرفوش كيخالفوه مع كيشركوه مع القرعه مع القرعه يعني. ولكن ملي مشيت لكلمه الشجره اليقطين راه هو تاكدنا على ان القرعه السلويه. نعم تاكدتم.